للمزيد من التفاصيل معنا من ألمانيا الباحث في الصراعات الاجتماعية خالد أحمد. أستاذ خالد مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة. بادئ ذي بدء، بعد تصريحات قسد بسحب بعض قواتها من حراسة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أي تداعيات محتملة لهذه الخطوة برأيكم؟ بداية مرحبا بكم وبمشاهدي قناة اليوم وشكرا على الاستضافة. نعم بكل تأكيد هناك احتمالات كثيرة ومسيئة أيضا، ليس فقط لقوات سوريا الديمقراطية وإنما للتحالف الدولي والحرب العالمية ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ككل. التداعيات لن تكون فقط في مناطق شمال شرق سوريا وإنما سيؤثر أيضا على العراق وبالتالي على الدول الأخرى كلبنان أيضا ومناطق أخرى في الشمال الأفريقي كليبيا ومناطق أخرى. ستقوم تنظيم داعش الإرهابي بإعادة تنظيم نفسه والقضاء على هذه التجارب الديمقراطية التي تقوم الآن في مناطق شمال شرق سوريا. ليس تنظيم داعش الإرهابي هو فقط التهديد الذي سيؤثر أو التهديد الذي يهدد هذه المنطقة، هناك أيضا التهديد الإيراني والتهديد الإيراني، التهديد الروسي، التهديد النظام السوري والتهديد التركي الكبير. إذا قامت قوات سوريا الديمقراطية بسحب عناصرها التي تقوم بحماية هذه السجون وتوجهت إلى الحدود ودفعت عن مناطقها، ستؤثر هذه العملية سلبا على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وخاصة ندرك تماما قبل شهر من اليوم كان هناك تقرير استخباراتي أمريكي يقول بأن تنظيم داعش الإرهابي سوف يعيد تنظيم نفسه وسيقوم وسيظهر بقوة أكبر. أيضا هناك كان تقرير استخباراتي صيني تحدث عن هذا الأمر. إذا مسألة عودة تنظيم داعش الإرهابي وبشكل سريع جدا هو طيب. احتمال كبير جدا في حال إن سحبت قوات سوريا الديمقراطية وقواتها من حراسة السجون إلى حراسة الحدود. فيما يخص الحرب على داعش، فيما لو دخلت تركيا الشمال السوري، أن أمريكا تعطي من خلال سياستها هذه ملف أكثر من 70,000 معتقل من تنظيم داعش لتركيا، وأنت تعلم يا أستاذ خالد موضوع العلاقة المشبوهة والتقارير العديدة التي تتحدث عن علاقة ما بين أنقرة وتنظيم داعش، ما هي خطورة هذا الأمر؟ نعم بكل تأكيد الجميع يدرك بأن تنظيم الأب الروحي لتنظيم داعش الإرهابي ليس فقط في سوريا وإنما في العراق أيضا هو رئيس الدولة التركية المتمثل برجب طيب أردوغان. فكلنا نعلم أن كل تقارير الاستخباراتية قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل قالت بأن التنظيم الإرهابي سيأتي وسيحارب وسيسيطر على مدينة الموصل، وخرج كل الدبلوماسيين من منطقة الموصل إلى القنصلية التركية، وقامت تنظيم داعش الإرهابي بأسر جميعهم ومن ثم أفرجت عنهم دون أن يخدشهم خدشا واحدا. إذن هناك علاقات، وكما أيضا نرى من خلال المقابلات التي تجريها قنوات مستقلة كقناة العربية وقناة CNN وقنوات أخرى مع المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، بأن لديهم علاقات مباشرة مع المخابرات التركية وبالتالي مع الدولة التركية. إذن الجميع يدرك هذه المسألة، لكن قرار ترامب بسحب قواته من في هذه النقطة جاء من خلال هدفين رئيسيين. أولا بسبب علاقات أو بسبب العلاقة مع الرئيس الأوكراني الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبية ترامب، والقرار الآخر هو استياء الولايات المتحدة الأمريكية من الأوروبيين الذين لا يريدون بشكل نشط أكثر الانخراط في مناطق شمال شرق سوريا. هذا القرار جاء حقيقة من أجل الضغط على من أجل كسب هذين الملفين، ملف الانتخابات القادمة في تركيا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة شعبيته دونالد ترامب، ومن أجل أن يغطي على ما خسره من خلال الفضيحة التي قام بالاتصال بينه وبين الرئيس الأوكراني. سريعا يا أستاذ خالد، مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقسد يقول بأن العملية التركية في شمال وشرق سوريا لن تكون تهديدا للأكراد فقط بل حتى للمسيحيين، قراءتكم لهذا التصريح؟
بكل تأكيد هذا التهديد هو تهديد لجميع الأقليات ولجميع المكونات في سوريا ككل، وخاصة مناطق شمال شرق سوريا. كلنا رأينا كيف قاموا بتهجير سكان عفرين ومن العرب والكرد وأيضا من الإيزيديين والعلويين وما إلى هنالك. التهديد هو تهديد كبير، وسيد بالي وقوات سوريا الديمقراطية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تدرك خطر هذه المجموعات الإرهابية وتدرك خطر هذه الدولة التركية على الأقليات المتواجدة في مناطق شمال شرق سوريا، ولذلك على هذه المكونات أن تتكاتف مع بعضها البعض وأن تقاوم الاحتلال التركي. لكن أن أظن بأنه سيكون هناك قرار آخر من القيادة الأمريكية، وستقوم باتخاذ قرارات أخرى، وخاصة أننا رأينا قبل قليل قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال بالحرف الواحد إذا قامت تركيا بمهاجمة مناطق شمال شرق سوريا أو بما غير ما مسموح له بتجاوز حدوده سندمر اقتصاد تركيا تدميرا قاسيا. هذا من طرف، ومن طرف آخر قال أيضا هناك تسريبات من وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تسيطر على أجواء شمال شرق سوريا ولن تسمح لتركيا أيضا باستخدام الطيران الحربي. يعني ما يفهم من حديثه هو لن يكون هناك، لن يدعم الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال هذا الهجوم التركي إذا حصل. كل الشكر على كل هذه الإيضاحات من ألمانيا. خالد أحمد، باحث في الصراعات الاجتماعية.